مساء الخير يا جماعة، يا رب تكونوا كلكم كويسين وكل الناس المتابعين صفحتي بأحسن صحة وحالة. النهاردة أنا كنت عايزة أتكلم في موضوع مهم قوي، عشان جاتلي مسج من شاب اسمه عمرو. عمرو متخرج بقاله سنتين، ولسه بقاله سنتين بيدور على شغل، وبقاله بس شهرين أو سنة و... سوري سنة وشهرين بيشتغل في شركة مالتي ناشونال، يعني شركة أجنبية. عمرو بيقول لي إن هو كان تعليمه مش قوي، يعني ما كانش مدارس لغات ولا مدارس انترناشونال، والجامعة بتاعته كانت حكومية. وكانت مشكلته الرئيسية في الشركة إن هو الإنجليش بتاعه مش قوي قوي، فدايما بيحس إن هو عنده مشكلة في ثقته في نفسه، وكمان عنده مشكلة في إن هو يعبر عن نفسه، وحاسس إن شخصيته ضعيفة أو مهزوزة. فكان بيسألني على نصيحة شخصية مني ليه. فالنهاردة يا عمرو أنا كنت عايزة أقولك من خلال خبراتي البسيطة في الشغل وخبراتي الحياتية برضو من الصغيرة، أنا كنت عايزة أقولك على 5 نصائح. أول حاجة، دور على الصفات اللي أنت شايف نفسك فيها مميزة. أكيد ليك صفات أنت بتشوف نفسك فيها أن أنت مميز وشاطر جدا فيها، يعني مثلا أنت شخص بتهتم بالتفاصيل، مثلا دمك خفيف، مديرينك بيحبوك. شوف إيه الصفات الكويسة اللي فيك وركز عليها واكتبها كده في ورقة. تقول مثلا انا شخص هارد وركر، انا بهتم بالتفاصيل، انا الريبورتات بتاعتي بتيجي اون تايم. يعني حتى لو مش صفاتك في الشركة، لا صفاتك الشخصية. تاني حاجة، ما تتكسفش لما يكون عندك رأي قاعد في وسط مجموعة وفي حاجة عايز تقولها، عادي جدا، يعني لازم تعبر عن اللي جواك. بس فانت يعني لما يكون في وسط جروب وعايز تقول رأيك، عادي جدا، ما تخافش من حاجة، express yourself، عبر عن رأيك. تالت حاجة بشوفها مهمة قوي، حتة الثقافة، المعرفة. يا جماعة القراءة ده الرسول عليه الصلاة والسلام أول أمر جاله من ربنا قال له اقرأ. فقد إيه حلو إن أنت يكون عندك ثقافة، تكون بتقرأ كتير، بتكون فاهم في حاجات كتير. ده بيديك عزة كده وبيديك ثقة في نفس ملهاش حدود، إن أنت لو قاعد في وسط أنت عارف وفاهم في كذا وبتعرف تتكلم كويس قوي، بتديك كده تديك زقة كده ان انت مثقف وبتعرف تتكلم في كذا موضوع. رابع حاجة شايفها مهمة قوي، ان انت تهتم بشكلك، تهتم بنظافتك. مش بقول تهتم شكلك ان انت لازم تلبس براندز ولبس غالي جدا، لا، تهتم بشكلك اللي هو تبقى شكلك نظيف، هدومك نظيفة، شكلك مهندم، مصرف شعرك، ريحتك حلوة. لان انت برضو لما بيبقى عندك شكلك يعني واثق في شكلك وحاسس ان انت ريبريزنتيف كده، ويعني بتديك برضو دفع وثقة في نفسك ان انت تتكلم وتعبر عن رأيك. خامس حاجة برضو انا شايفاها مهمة جدا في موضوع الثقة بالنفس، ان انت ما تقولش عيوبك قدام حد. بجد دي نصيحة يمكن انا اتعلمت منها بعد كتير قوي. خليك فاهم ان انت اي حد ممكن تقوله عن يعني عيبك قدام ممكن يستغله. لا، خلي عيوبك لنفسك واشتغل على نفسك من بينك وبين حالك. يعني بلاش تطلع عيوبك قدام حد عشان محدش يجي يستغلها. يعني دي سادس حاجة بقى زيادة كده عايزة اقولها لكم. فكر دايما ان انت شخص كويس، ان انت حد اي حد يتمنى ان هو يعرفه، وان انت شخصية جذابة وشخصية قوية. لان انت لما متقتنع من كده من جواك، يعني الانر بوزيتيف انرجي بتاعتك هتطلع على الناس اللي بره. وموضوع الانجليش بقى، يا ريت انت بقالك سنه ونص، كان سنه ونص دي ممكن تتعلم حاجات كتير قوي، وتحاول ان انت تحفظ سبيلنج. يعني ما تقفش عند مكانك، دايما خلي عندك اصرار وطموح ان انت توصل لهدفك، وان انت تبقى عارف انت عايز توصل لايه، وتحط هدفك قدام. بس دي نصايح ليك يا عمرو، وانا هسميها 5 نصايح ذهبيه من رشا مراد، ازاي يكون عندك شخصيه قويه، يعني نصايح شخصيه يعني، وازاي تعزز ثقتك في نفسك. شكرا.